عايز اسألك بقى، ليه اخترت اسم ريمامبر كاسم انجليزي لأول ساوند تراك ليك؟ والله هو موضوع فيه كونسبت في الفيديو، ان هي حاولنا نطلع شخصية في اول جزء من الفيديو، هي في صحراء، في قصدي سوري في غابة، غابة. في غابة، والجزء التاني في نفس الغابة برضو، بس الغابة فيها انوار والشجر طلع له ورق، في ورق شجر وكده، بدل ما هي كانت غابة ميتة بقت زي ربيع غابة يعني. بالظبط. فاحنا بنبين تطور في شخصية، الشخصية داليا فريد اللي هي الكوريوغرافر والدانسر الراقصة. فكرة ريمبر ان هو تطور الحالة ده جه من فكرة ان احنا زمان من غير اي مشاكل او علاقات او ماديات او فلوس، او احنا صغيرين كان الواحد مفيش اي حسابات، مفيش مشاكل، مفيش مفيش مشاكل، تفكير الواحد كتير. مبسوط بالمشية في الشارع، في البارك، وهو بيجري بيلعب كورة، فمش شايل هم حاجة يعني. فهو كلمة ريمبر اللي هو remember how you felt، او افتكر حسيت ازاي بإيه كنت أو كان حاسس شعورك عامل إزاي؟ بالظبط في الوقت ده يعني. بس طبعا المشاهد اللي في الفيديو هي ميتافور، او اللي هو تشابه، اسمها ايه، ميتافور، تشابه مجازي تقريبا، للاحساس ده يعني. طب انت ناوي تعمل ألبوم مثلا وتخلي ان شاء الله ريمبر في ده ألبوم. جزء من الألبوم؟ والله ريمبر نزلت كسنجل لوحدها، تراك لوحده، بس في البوم ان شاء الله هينزل. هو مش البوم، هم بيسموه اي بي. الالبوم ده معناه ان هو 8 تراكات، فاي حاجه اقل من 8 تراكات بيبقى اسمه اي بي. فناوي ان شاء الله انزل اي بي مكون من 4 تراكات يعني، على الشهر اللي بعد الجاي ربنا كده يوفقك يا رب يا رب. وترجع لنا تاني يا بس رب بجوايز بقى لا ليه يا رب. مستقبل يا يوسف، انا متلبقه لك بمستقبل حلو. طمن.